بسم الله. عندنا تمرين يستهدف عضلات الرجلين، طبعا هلعب سوبر ست. التمرين الاول اسمه وان ليج، برفع رجلي على دكة، تمام؟ ممكن امسك وزن بحيث ان انا محتاج اجيب 12 تكرار لكل رجل. يعني لو انا وجدت ان وزن جسمي خفيف جدا، خلاص شيل بقى بار، ممكن احط بار او دمبلز او اشيل اي وزن بحيث ان انا اجيب 12 تكرار لكل رجل. وبعد كده هروح عشان اعمل السوبر ست. بقى السوبر ست ان انا هثبت على حيطه وهقفل الظهر على الحيطه وهنزل لزاويه 90 درجه وهثبت لحد 30 ثانيه ثبات. يبقى كده الجوله انتهت. عندنا 3 جولات وعندنا لحد 60 ثانيه راحه بين الجولات.